يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا وصل المعتمر إلى جبل المروة في نهاية السعي فهل يجب عليه أن يقف على الجبل وأن يدعو أو له أن ينصرف مباشرة بدون أن يقف للدعاء؟ الواجب استيعاب ما بين الصفا والمروة ولو لم يصعد عليهما، الصعود على الصفا والمروة سنة، وأما استيعاب ما بينهما فهذا واجب لا بد منه. ونعم يختم بمثل ما بدأ به، يختم بالدعاء مثل ما بدأ به. نعم.